ما هو دعاء المقهور أو المظلوم؟ دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ولك أن تدعي الله بما شئت. وفيما يلي بعض الأدعية لأي مظلوم على وجه الأرض. أولا، حسبنا الله ونعم الوكيل، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، لا إله إلا الله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى متى تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك وأن ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاه وتكشف السوء، اللهم اكشف عني ما نزل بي من ظلم وقهر وفرج همي، إني على كل شيء قدير.